أحسن الله إليكم. في آخر الأسئلة يقول: في جمرة العقبة يوم العيد رميت الجمرات لي ولموكلتي، أقصد زوجتي، ولكني لم أتذكر بأني عملت تحليلا لزوجتي أم لا، ربما أراد التحلل من الإحرام، فماذا علينا؟ يقول: في جمرة العقبة يوم العيد رميت الجمرات عني وعن موكلتي، أقصد زوجتي، ولكن لم أتذكر بأني عملت تحليلا لزوجتي. أولا التوكيل لا يجوز إلا عند العجز عن الرمي، إذا كانت المرأة تستطيع الرمي بنفسها فإنه يجب عليها ذلك، لا سيما في يوم العيد. يوم العيد واسع إمكانها أن ترمي في أي وقت منه، ولا في زحمة، ما في يوم العيد زحمة، الناس يبدأوا من بعد منتصف الليل ولا يكون فيه زحمة بعد العصر، وكون الناس قد ذهب أكثرهم، هذا من ناحية التوكيل. وأما قولك أنك لم تحلل زوجتك، فإن كان المراد أنك لم تأمرها بقص رأسها لأجل التحلل فإنه يكون باقيا عليها، تفعله الآن، أفعله الآن في أي مكان بنية أداء هذا النسك من أنساك الحج. وإذا كان حصل جماع بينك وبينها قبل قص رأسها فإنها تفدي، يكون عليها فدية ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم، وإن لم يحصل جماع فالحمد لله تقصر من رأسها من كل ظفيرة قدر أنملة في أي وقت وفي أي مكان بنية النسك. نعم.